أحب لقاء ختام الموسم مع سموك لأنه يمثل بالنسبة لي نقطة ختام الموسم. الفاشل هو اللي يدور الأعضاء. المواضيع مسموح أن أي شخص يتكلم فيه. وكل بتتبع سياسات جديدة أو خطط ثانية حق فريق العاديات. شدوا حزامكم حق الموسم الجاي. من يكون في الصدارة مو مهم. حلقة غير، ما فيها سباقات قدرة ولا سباقات سرعة، بس فيها كلام غير يهم الاثنين، أهل القدرة وأهل السرعة. موسم كان طويل، وقفنا فيه عند محطات كثيرة، مرينا بفوز وخسارة، مرينا بآراء مختلفة وأحداث صعب أحصيها، لكن على الأقل في نهاية موسمنا نبغي نعرف وين وقفنا وإلى أين الوجهة. وهذه حلقة استثنائية مع شخصيات استثنائية، كل يقين أن بنسمع منهم كل اللي همنا نعرفه. بداية فيما يخص سباقات القدرة، كان موسم خطير حق فيكتوريوس، يعني من البداية وحتى الختام مركز أول. شو اللي فرق ويا فيكتوريوس هالموسم؟ فرق ويانا في البداية هو صبر موسم. احنا كنا نغلط غلطة رئيسية من ناحية تدريبية، ان الخيل الجديدة اللي توصلنا نبيها تأدي في هالموسم نفسه، وكانت هذه العملية تخسرنا خيل كثير، لان في طابع الحال الخيل اللي تي من اوروبا او من جنوب امريكا ولا جنوب افريقيا والاماكن اللي نشتري منها الخيل مو متعودة على طريقتنا وعلى ركضنا، ولأن ما عندنا العدد الكافي اللي خليني أسابق طول السنة صيف وشتاء، دائماً مضطر أني أنا أسابق بالموجود. هذه واحدة، فالخيل تبقى مصابة ونعدل فيها ونصلح فيها، واللي تعافى يبتدي يؤدي. الشغلة الثانية، تشتتت الأفكار أزيد، لأن صرنا نحجز خيل حق الصيف ونحجز خيل حق الشتاء، فعلى طول تلقائيا نصير قوتنا تصير 50%. فأنا قررت العام إن احنا نهدي شوي، نركز على بطولة العالم، وأي شيء آخر ما يهم. كان عندي كأس الملك وبطولة العالم، أي شيء آخر ما راح يهم. حتى أنتوا سألتوا أحمد الجناحي سؤال، قلتوا له يعني مستوى فيكتوريوس انه يعني ينافس المستوى المحلي، فالجناحي احمد الجناحي يعني وافقكم الراي وقال بس احنا لو بغينا الموسم كله راح ناخذ الموسم كله. صح، وهاي اللي صار هالموسم، وهذا اللي صار الحقيقه، لان درسنا الامر، صبرنا سنه، حجزنا الخيل الجديده والخيل وقمنا نقاتل الموسم اللي طاف بالخيل القديمه. بالمعنى كنت اشوف بعيني الخيل الجديدة في حال جيد وفي حال أن يقدرون يسبقون، لكني كنت ممتنع أني أنا أدخلهم السباقات. هالسنة لو لاحظتوا يمكن الوحيد اللي تكرر في المنصة هو سفيان. بالضبط، وإلا كل سباق عندي اسم جديد وعندي بطل جديد ويسوون نفس السرعة تقريبا أو فيهم بعد نشاط أزيد، فهذا كان مردود الاستثمار اللي احنا استثمرنا. شفنا في سباقاتنا هالسنة شيء مختلف، خصوصاً خلينا نقول مهرجان كأس الملك، شفناه يمتد حق ثلاث أيام، ثلاث سباقات مختلفة. السؤال، هل في الموسم اللي بيجي بنشوف زيادة في عدد السباقات في القدرة ولا لا؟ أنا أطمح يمكن مو بلا زيادة سباقات القدرة، بل إلى زيادة تعداد الجوائز في سباقات القدرة. أوكي. نبي الناس تنتفع وتستفيد من السباقات، لأن نعرف أن سباق القدرة يأكل من الوقت ويأكل من المال ويأكل من الطاقة. فالقصد الأول والأخير هي منفعة طبعاً أهل الاسطبلات الخاصة. يعني الفريق الملكي ما في شك مشاركته في البحرين جات من الأساس، وجات أن إحنا هذه هوايتنا ونحافظ على هذه الرياضة، ولكن إحنا هدفنا الأسمى طبعاً البطولات
الخارجية، وعلى رأسهم طبعاً بطولة سيدي حضرة صاحب الجلالة. فهمي أنا إن شاء الله حق الموسم الجاي إن إحنا يعني نرفع حصيلة الجوائز، نخلي المستفيدين أكثر، وإن شاء الله إن إحنا نخلي أغلب السباقات تكون يعني المستفيد منها هي أهل الاسطبلات الخاصة. أوكي. لأن الحقيقة شفنا نجاح المهرجان كأس الملك. أيه بالضبط. وأنا أبي أكرر هذا المهرجان بس أبيه بشكل أكبر شوي. فإذا كنتوا تسألوني ما هو هدفك أو ما هو همك سباقات القدرة، هو كيف إن أهل الاسطبلات الخاصة يستفيدون. وطبعاً في شق آخر مو بس مستوى السباقات والخيل، هي إن شاء الله الحين بتوجيهات من سيدي جلالة الملك طول الله عمره، هو دائماً يعني صاحب الخيل، هو دائماً يحب هالفكرة هذه، هو اللي شجعنا، هو اللي دخلنا رياضة القدرة. فما يمكن إن إحنا نسمح نشوف إلى تردي أو نزول مستوى. إحنا الحمد لله في صعود، والمستوى أيضاً كذلك نبغي في صعود، مو بس اسطبل ولا اسطبلين لكن الجميع. فعندنا إن شاء الله بعد خطط مستقبلية لبناء اسطبلات للاسطبلات الخاصة، ونوفر لهم الأماكن، ونوفر لهم كل شيء. فهذه هي على رأس أجندتي في رياضة الفروس إن شاء الله. أنا يمكن يعني سألتك عن هاي السؤال تحديداً لأن في شيء يعني معين شغل بالي دائماً. مثلاً نسمع من بعض الاسطبلات إن إحنا هني في البحرين سباقاتنا صعبة جداً لأن عددها قليل، فالخيل صعب إن هي تجهز. وفي المقابل بعد في الطرف الآخر تسمع اللي يقولون لك لا ما نقدر إحنا يعني سباقاتنا وراء بعض والخيل تتعب. فأنا ما عرفت أي الرأيين أرجح. الرأي الأفضل هو مو في زيادة السباقات، لأن بعدين السباقات كلها بتصير فيها أعداد قليلة وزيادة الإصابات، وبتصير عندنا أعداد قليلة في المشاركة. كل ما زادت عدد كل ما قلت عدد سباقات زادت أعداد الجوائز إن شاء الله حق الموسم القادم إن شاء الله. بإمكان اليوم الأهالي ينظمون تأهيليات مثل ما حصل أسبوع اللي طاف وغيره يعني، فيقدرون يجهزون عن طريق التأهيليات. وأنا أفضل هالشيء هذا عشان إن هم يقدرون يجهزون خيلهم للسباقات، يكون مستواهم أفضل للسباق. إذا إن شاء الله في المستقبل القريب شفنا خيلنا زادت وشفنا التعداد زاد، أكيد بتزيد السباقات، لكن على العدد الموجود الحين أعتقد سباقاتنا ما فيها الكفاية. سموه قلت لي إن فيكتوريوس هالموسم ركز على الموسم المحلي، شنو خطة الفريق الملكي بالنسبة حق مشاركاتنا في الموسم الأوروبي هالسنة؟ طبعاً الموسم المحلي كان نوع من التحدي بالنسبة لنا إن احنا نشوف الخيل الجديدة تبرز، وشاركنا في الإمارات كأعداد، دخلنا كذا سباق في دولة الإمارات، ولكن ليس للمنافسة بل للإعداد، نفحم الخيل ونجهزها. بعد في الإمارات عندنا نفس القضية، خيل جديدة ندربها على نفس المنوال. الموسم القادم بيكون لنا موطئ قدم في المنافسات السباقات الإماراتية، لأن خيلنا تأسست، وبعدين ما وراي بطولة عالم للكبار اللي هي تستنزف من قدرتي وتستنزف من الخيل. صح. عندنا الهدف الأسمى اليوم هو طبعا سباقين رئيسيين في الموسم الأوروبي، تاريخ 10 مايو هو سباق وينزر المعتاد، وعندنا في سبتمبر إن شاء الله بطولة العالم للجونيور. أوكي. فإحنا نجهز حق هالبطولتين هذه، نخلي خيلنا إن شاء الله أنها تكون جاهزة حق هالسباقين، وأي شيء ما بينهم يكون هو طبعا إعداد. فهذه اليوم خطتنا إن شاء الله الموسم الأوروبي، لكن بنقيض خيلنا كلها في البحرين. أوكي. يعني ما بنستقر في أوروبا مثل كل سنة، فبتبقى خيلنا في الصيف في البحرين، والمجموعة الصغيرة اللي راح تروح لبطولة العالم راح حتى تتدرب في البحرين إلى بطولة. إيش معنى هاي الخيار هالسنة؟ الخيار هذا أفضل، جربناه إحنا عدة مرات. يوم أجي المركز الثالث كنت على الحصان ذهب في بطولة أوروبا، كنا مدربين في البحرين، أدينا أداءات طيبة مثل بطولة العالم في يوستن بارك 2012، كنا مدربين من البحرين. ذهابنا إلى أوروبا يأخرنا في الموسم القادم في البحرين أو إلا في الإمارات، فتجي الخيل متأخر وتجي في فترة، بالمعنى إحنا بالنسبة لنا نشوف الجو تحسن، بس الفرق بين الجو الأوروبي وشهر 9 وشهر 10 في البحرين بيكون حار مقارنة، فالخيل يصيدها دروب، من يصيدها دروب ما تقدر تعوض في بداية الموسم. فجلوسها
وتقيض عندنا أولاً تحت عيننا وإشرافنا المباشر، وبعدين إمكانيات هنا عندنا أكثر من إمكانياتنا في اسطبلات الأرض. والخيل اللي تدرب عندنا إحنا سر التدريب في الصيف نقدر نجهز خيل إنها تسابق من البحرين تطير إلى أوروبا تسابق وترجع، وأعتقد إن هذا الخيار هو الأفضل حق هالسنة. إن شاء الله يعني بطولة العالم بنيها وبنتكلم عنها، بس الحين خيلنا جاهزة حق وينزر؟ بإذن الله إحنا جاهزين إن شاء الله. خيل طيبة. شنو عندنا شيء مميز هالسنة؟ شيء مميز والله يعني بعض من مجموعة كأس الملك موجودين في وينزر. الفرس اللي فازت في آخر سباق بتكون موجودة؟ موجودة. بريز موجودة. موجودة. بس أعتقد بريز بتكون هي في تحت اللستة. أوكي. تحت اللستة يعني هي يمكن أنا أقولها هي مو بجروب وان. أوكي. هي أقل شوي. أنا للحين ما عرفت اللستة من بس بشوف. اللستة طبعاً فيها خيل طيبة جداً. يعني في عندنا خيل أمضت وقت طويل في الإعداد. والتجهيز والمفاحيم ودخلت سباقات خفيفة في الإمارات تجهيز، وأنا أشوفها وأعرف أن هذه أبطال. وفي خيل مجربة مثل تمام في كاس من كاس الملك جاهزة، مثل فارو اللي هي الثامن، مثل الأفريقي ووترلي اللي هي الخامس، هذه اللي موجودين. فعندنا خيل يعني مستوى طيب مستعدة للمنافسة، وإن شاء الله أن احنا نقدم مستوى جدا مميز هالسنة إن شاء الله. في 80 ولا 120؟ أهم شيء حصان سمو الشيخ خالد موجود ولا لا؟ خالد حصانه موجود وشرط أوكي. عليه شروط لأن خالد وعد أنه بيشارك في وينزر. قال لي عندي شرط، ما تعطيني حصان ممتاز عشان ما أضطر أني أنا أدفعه وياكم. أوكي. تعطيني حصان عادي، أهم شيء يخلص الـ 120. أوكي. وعنده شروط وايد، يعني حصان ما يخاف، حصان ما يخمع، فهذه الشروط كلها جمعناها في حصان يقدر يتحمل خالد، وإن شاء الله إنه فيه متطلبات اللي يطلبها خالد إنه بس يروح يتطمش في هالسباق ويخلص إن شاء الله السباق. قريبا بنوافيكم بأخبار وينزر، لكن من حديث القدرة إلى السرعة. تعرفون في سباقات السرعة عندنا عدد من المتصدرين، في متصدرين في الخيل العربية وفي الإنتاج المحلي وفي المستورد، ودي أتكلم عنهم كلهم لكن يمكن أحتاج موسم كامل عشان أتكلم عن كل اللي صار، ولذلك حديثي رح يقتصر كما العام عن الأول والثاني في الترتيب العام. أيها المتابعون الكرام، المرشح الثاني فالديسون بشعار فيكتوريوس يطير إلى كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة. إذن فالديسون وبطل الشوط الختامي. كان ختام حلو مع فيلدوسول. فيكتوريوس لازال الأول في الصدارة، بس السؤال اللي أبي أعرفه سموك تقيس فوز فيكتوريوس في سباقات السرعة تحديدا بالصدارة ولا بالكؤوس الكبيرة؟ ثنتينهم لها معاني. صدارة فيكتوريوس في المجموع العام شيء طيب ويفرحني إنه يعني فيكتوريوس الحمد لله هالموسم هذا تصدر القدرة والفلات ريس الحمد لله، وهذه طبعا جات يعني من رغبة، يعني بغيت أن أحتل الصدارة في هالموضوع. فوزنا الأخير هي مثل لستة كاس الملك تقريبا، كنت جالس عند الملك قلت له بشرك طال عمرك ختام الموسم الحمد لله عندي في فيكتوريوس، لكن للأسف فزنا في الوقت الغلط، كنا نبي نفوز أمام حضورك، لكن الحمد لله أيضا ختمنا الموسم مثل ما يقول ختام حمس. المنافسة في الفلات ريس هي يعني منافسة جدا طيبة، لأن الاسطبلات الخاصة والباقيين مثل ملاك يعني عمي عبد الله بن عيسى وعمي محمد بن عيسى وعيسى بن سلمان والباقيين وسلطان بن محمد وخادم علي وغيره من عيال العم والربع كلهم الحقيقة أثاروا المنافسة ما بيننا. يعني هذه حالات السباقات غالب أو مغلوب وتقبل يعني النتيجتين، كل من يحب يفوز كل من يبغي الفوز، لكن بعد الفرق في الواحد يروح حق الفلات ريس يعني هي دقيقة وتحسم كل شيء، فالواحد لازم يتقبل هالشيء. بس إن عجبني في الموسم هذا هو طبعا حدة المنافسة، تفاعل الجماهير ويا الخيل، صارت في أسماء، صارت في مفاجآت، حصان حصانين ما يفاجئون أبطال معروفين وما ينسبقون، لكن الباقيين أثاروا الحماس ما بيننا وهذا المطلوب. موسم
أكثر من ناجح أتوقع بشهادة الجميع، كاس الملك، كاس ولي العهد، والسترايك ريت لأن أنت وايد تهتم له، أتوقع أنه هو يعني يرضي الطموح اللي تكلمت عنه الموسم اللي طاف، صح؟ صحيح. كم كان السنة السترايك ريت؟ 49 49، هو الأعلى وايد، في فرق صراحة بينه وبين الملاك الثانيين، يعني اللي تحتك مباشرة اسطبل رمضان 30%، فكان مرضي بالنسبة لك هالسنة؟ وايد، يعني لله الحمد، طبعاً توفيق من رب العالمين، ولله الحمد توفقنا السنة، وبإذن الله بإذن الله نمشي على نفس الخط. قلت لي العام الموسم اللي طاف ما يتكرر وصعب إنه يتكرر، لكنه تكرر وشفناه السنة. صحيح، لكن النتائج السنة خاصة في الكؤوس الكبيرة مع خيل ما فازت العام. بالضبط. وهذه مؤشر يعني طيب وممتاز أن كل سنة السباق قاعد يقوى عن الموسم اللي قبل. طبعاً شفنا تطور يعني في ثوركل ستار من كاس سيدي سمو ولي العهد من العام الماضي للسنة. بالضبط. وشفنا دخول راستين والتطور اللي شفناه من السباق الأولي للسباق الثاني، وطبعاً السباق الثالث وين حصل المركز الأول في كاس جلالة الملك. بعرف أصعب سباق مريت فيه الموسم شنو؟ صعب. أصعب سباق من ناحية أن احنا ودنا نشوف أداء حصان أو أن حصان يحافظ على مستواه، بقول كاس العيد الوطني. ليش؟ لأن شوغان ما ركض أكثر من 6 شهور، ومو بالسهولة أن الحصان ينقطع عن السباقات 6 شهور ومن أول السباق يرجع لفورما المعتاد، لكن يعني ركض لفورما وحافظ على مستواه وشفنا نتائج طيبة خلال الموسم. هاي كان أصعب سباق؟ لا، من ناحية الإنتاج المحلي بقول سباق كاتلس كأول فوز لي في الإنتاج المحلي، وشفنا يعني فينش ولا أروع، وهذه يعني كان من الهايلايت لي في ذي الموسم. كاس جلالة الملك أقدر أقول أصعب سباق. أصعب سباق من أي ناحية أصعب سباق؟ أصعب سباق إن إحنا نتمنى إن يبنى الخيل في ذي اليوم في ذي الوقت في أفضل الجهوزية وفي كامل الجهوزيات، وفي يوم كاس جلالة الملك حسيت بنوع من الراحة من ناحية إن ترى الشغل خلص، يعني ما في شيء أقدر أسويه في ذي اليوم بيغير نتيجة السباق. يعني من عقب بريز يوم الخميس وتروت أب الخيل ساوند، ما في شيء إحنا كفريق نقدر نغيره في الخيل، فعلى الخيل إنه بس تشارك. قبل ثور كريستار فعلا خطوة بخطوة، هنا ثور كريستار مع كول مودون هو يطري إلى سابع أشواط الأمسية، فعلا الدخول ثنائي على خط النهاية. خاطري صراحة أعرف شعورك في آخر شوط لثور كريستار، قلت إنه هو بيفوز ولا بيخسر؟ أضحك لما أسمع كلمة إن الحصان يروح سباق كأنه رايح تمرين أو قلب، يقولونها وايد. هذه الكلمة ما لها قيمة عندي. دائما الحصان رايح سباق هو رايح سباق، من ناحية الضغط اللي على الحصان، من ناحية الأدرينالين اللي مر فيه الحصان، من ناحية النزول أو الجهد اللي أو الطاقة اللي يخسرها الحصان من عقب السباق، يعني مو كأنه رايح تمرين. الحصان يعرف التمرين ويعرف السباق ويعرف يوم السباق، وطبعا شفنا ثوركل ستار مع فرانكي فاز بكل أريحية، لكن في الميل عدة عوامل اشتغلت ضد الحصان، لكن يعني في نفس الوقت لازم احنا نذكر التطور اللي شفناه في أوستن باورز. صح، يعني أوستن باورز مو بحصان سهل، وجابر بالأخص من أفضل المدربين
في الحفاظ على مستوى خيلهم أو أنه يحافظ على مستوى خيلهم. فشفنا فينش قوي من ناحية تيانا فوق في المنصة كأنه كان أقرب من الواقع، لكن على الخط قال كل موجود هو أنه حس أنه مسيطر هو على الشوط. طبعاً اتضحت عقب الشوط اتضحت الصورة أن الجوكي كان متعور، لكن هذا شيء جانبي. أنت ذكرت أن من الأشياء اللي كنت وايد مستانس عليها اللي هو شوط الانتاج المحلي. أتفكر أن أنت تقوي فريق العاديات أكثر في أشواط الانتاج المحلي وتنافس فيها بقوة؟ ممكن. يعني تحب أشواط الانتاج المحلي يعني خلنا نقول أكثر كذي، ولا لأن يعني دائما الواحد لما يكون عنده شغف في شيء يبي يسويه، فتحس بهاي الشغف موجود في أشواط الانتاج المحلي تبي تشارك فيها، ولا تحسها شوي بعيدة عن الشغف الخاص فيك؟ طبعا، والشعور في الانتاج المحلي يعني هذا الشعور أنا أشوفه تقريبا شبه أسبوعي مع الخيل العربية. أي. يعني هذه الخيل أنا يعني أعرفها من يوم هم يعني في الروضة، من يوم تفلي الفرس ولا احنا نتابع الفلوة والفلوة ليه ما يتوزعون على المدربين ويشاركون. فهذا الشعور حلو، لكن إذا شفنا أن في فرصة بنشارك وبنزيد الأرقام، لكن لحد الحاضر مشاركاتنا البسيطة في الانتاج المحلي تكفي. سموك هل بتتبع سياسات جديدة أو خطط ثانية حق فريق العاديات فيما يخص توزيع الخيل على المدربين الثانيين؟ أو بالأحرى، هل تؤمن أن هذه الفكرة صحيحة وممكن تجيب نتيجة؟ الخطة أو دعم المدرب البحريني بالأخص مهم، لكن إحنا نقدر ننجح ونحقق ذي الهدف بطريقة أو بطرق أخرى، مو بس إن إحنا نرسل خيل العاديات للمدربين. نرجع للعدد، طالما العدد ما يستحمل إن الخيل توزع على أكثر من مدرب، أنا مرتاح إن أتم في إسطبل واحد. عندي سؤالين حيروا العلماء هني في النادي. السؤال الأول، جيرالد موسي بيستمر مع كفارس أول في الإسطبل الموسم الجاي ولا لا؟ أتمنى. جيرالد من خيرة الفرسان في العالم، وأضاف إضافات حلوة ومهمة للإسطبل، وأصبح اليوم صديق، فأتمنى أنه يوصل. السؤال الثاني، وين ما رحنا اليوم يعني في أي بيئة تتكلم عن الخيل دائما نسمع أن ثور كيلستار مكانه مو بهني، لازم يشارك برا. متى بيشارك برا؟ هل بيطوف الوقت على ثور كيلستار وبي وقت خلاص راحت فرصته في أن نشوفه يسابق برا؟ نعم، أنا يعني أسمع يعني هذا الكلام، لكن في الوقت الحاضر يعني الأولوية الأساسية أن أدعم كمالك أو كفريق أدعم السباقات البحرينية. ولله الحمد السباقات البحرينية قوية، والخيل اللي تنافس برا وتفوز تنافس وتفوز في البحرين، والعكس كذلك. ففي الوقت الحاضر مع الحصان ثور كيلستار هو عنده مهمات، أنه يدافع عن أول شيء لقب كاس ولي العهد، ومن عقب شهر 2 يعني في 2020 ممكن أن احنا نفكر في مشاركات خارجية. ممكن، لكن المشاركات الخارجية في هانديكاب أو في ليستد أو في جروب 3 ما يعني لي كثر كاس أو المشاركة في يوم كاس سيدي يعني حضرة صاحب الجلالة أو سيدي سمو ولي العهد في البحرين كجريد 1 ليفل. سؤال شخصي شوي، أنت من تحب أكثر، ثور كيلستار ولا شوغن؟ أو روستينج. أو روستينج، أوكي. أو دارك باور.
من الأكثر بين خيالك تحبه؟ صعب. لازم في واحد ليش دي شيء مميز. كل واحد في مسافته. كل واحد في مسافته. صعب. يعني دارت باور فاجأني أن أدى في الخمسة يمكن أفضل من الستة. هذه مفاجأة كانت حلوة. فما أقدر يعني أفضل حصان ثاني عليه. ثوركل ستار ما انهزم هذا الموسم. هذا مو بشيء سهل. طريقته في الفوز يعني حلوة. شوغن حافظ على مستواه يعني طول الموسم، يعني مع أنه مو بشيء سهل أن الحصان يتم بيك فتنس يعني طول الموسم أكثر من 4 شهور والحصان يعني ما وقف. راستنج حصان جديد، تطور ملحوظ من دخل البحرين، حصان يفوز في أول سباق في البحرين، الواحد لازم ينتبه له. إيفرغيت ما غلط الحقيقة، فما أقدر أفضل. أوكي. وحتى كارتاغو يعني العام ذي الوقت إحنا كارتاغو ما تكلمنا عنه. صح. لكن الحصان فاز سباقين السنة. صح. ودائما أقول يعني إذا الحصان أفضل ما عنده إنه يفوز كأس جلالة الملك، أفرح لما يفوز سباق في مستوى كأس جلالة الملك. لكن إذا الحصان مستوى إنه يفوز يعني هانديكاب أو أبرنتس هانديكاب من 0 لـ85 أو 0 لـ80 أو اللي هو ويفوز السباق، أفرح نفس الفرحة، لأن أعرف إن هذا أفضل ما في الحصان وأدى أداء طيب. قلت لي مسبقاً أنك راضي عن أداء فريق العاديات مقارنة بعدد الخيل الموجود. السنة شفنا تجديد. ناوي تزيد عدد خيل العاديات ولا لا؟ شوفي هدى، إحنا العام يعني نهاية الموسم شفنا أن أو شفنا المسافات اللي إحنا ما عندنا فيها خيل كفريق العاديات وبالأخص كأسطبل، وشفنا أن كنا نبي نعزز الفريق بسبرنتر، وطبعاً أنت عارفة والفريق عارف أن السبرنت 5 فرلونج و6، لكن مو بكل حصان يركض 5 بيجيد 6. صح. ممكن يركض 6، لكن هل بنشوف تطور في الحصان وأداءه أو بيحافظ على مستواه، أو هل إنه في آخر فورلون بيرتخي وبي على مثلاً السنة؟ فشفنا الجدول كفريق، وشفت إنه في سباقات كافية في 5 وسباقات كافية في 6 بتخلينا إن إحنا نشتري أو نجيب راسين، واحد 5 وواحد 6. وشفنا إيفرغيت ودارك باور في المزاد، ولله الحمد توفقنا بهم اثنينهم، ودارك باور تطور وايد في البحرين، تطور ملحوظ. طبعا شفنا الارقام القياسيه في 6 في الاسبوع اللي عقب الرقم القياسي في 5، وإيفرغيت ثابت، والهانديكابر بالاخص قيم قوه السباق على إيفرغيت في 5 فرلونج يوم كاس جلالة الملك. فيعني ابي اعرف يمكن شنو اكيد كل شخص او كل مالك طموحه الاول، صح في الصداره؟ لا انا دائما اقول لك يعني ال أعرف أن أنت سموك يعني تقيس على السترايك ريت وهاي اللي يرضيك واللي يهمك، بس في النهاية الأول أكيد لا يعني أو بعد الأناسة، أناسة المالك أنه يشوف خيله تفوز، حتى لو الواحد عنده حصان واحد وحصانه يفوز السترايك ريت ماله قد يكون زين قد يكون مو يعني مو بأنسب سترايك ريت. أي بالضبط. لكن دام حصانه يركض ويفوز هذا يكفي للمالك. في شيء يوقف فريق العاجيات من أنه يوصل ل الصدارة الملاك مثلاً اليوم؟ أبد. لا. بنشوف خطوات ثانية في الموسم الجاي ممكن يعني ما أعرف، بس لأن أنا لما أفكر أشوف الاسترايك ريت مرضي، أشوف الصدارة أقول صح عدد الخيل مثل ما أنت تفضلت هو اللي ممكن خلينا نقول يشكل لنا فارق أن أنت تقدر تكون في الصدارة، نفس مثلاً تصدر ألن. يعني ألن اليوم كل من قاعد يقول أنه موجود في المركز الأول أكيد طبعاً لأن ألن مدرب زين، بس في المقام الثاني بسبب عدد الخيل الموجودة عنده. فهاي هي النقطة اللي أبي أعرفها، إنه بتزيد عدد الخيل
ولا لا؟ يعني كلمة إن بتزيد عدد الخيل بس إن إحنا الخيل تزيد، هاي مو بصحيح. بالكيف مو بالكم؟ بالكيف مو بالكم صحيح. وكذلك يعني الخيل تركض باسم العاديات أو خيل تركض باسم فيكتوريوس، لكن قلت لك قبل كاستيلات الملك. من يكون في الصدارة مو بمهم، بل إن أنا أفرح بفوز خيل فيكتوريوس مثل ما عمي ناصر يفرح بفوز خيل العاديات. الخيل واحدة وبالعكس، الخيل كلها تحت أمره، وبالعكس أنا ما أشوف إن إحنا لازم نغير في سيستمنا كفريق علشان إن إحنا بس ودنا نوصل للصدارة مثل ما قلتي. السترايك ريت يعني ما أعرف، بس أنا أتوقع أنه مو مرضي بالنسبة حق تموك، يعني 17% يخلينا نبي نتكلم عن عدد الخيل الموجود وعن عدد مرات الفوز. سموك يعني ألقيت نظرة على ذي الموضوع وقلت في شيء مثلاً لازم إحنا نحط بالنا عليه أو في شيء لازم نغيره. أنا بديت سباقات القدرة في 2000 في مسؤولية سباقات القدرة في 2000. 2004 فزنا بطولة العالم للجونيور في ظرف 4 سنوات، والفرق إن جلسة واحدة غيرت مسارنا في سباق القدرة مع جلالة الملك. سألني سؤال وأنا ذاك الوقت 13 سنة عمري، 12-13 سنة، قال لي شنو نظرتك سباق القدرة؟ طبعا واحد بهالعمر ما عنده يعني نظرة بعيدة المدى. قلت له إن شاء الله نتطور نصير أحسن. قالوا بعدين؟ ما كان عندي بعدين، أنا متولع بالخيل، متولع بالسباقات وأشوف الحين. قال لي الملك متى تبون تنظمون بطولة العالم؟ قلت بس إحنا قريتنا سعف وحديد وخيلنا عادية وتونا بادين، ما عندنا خيل. قال بس شو اللي يمنع أن تشتغلون حق الشيء؟ فطلعت من عند الملك وكان يرن في ذهني هالكلام وهالتوجيهات. طبعاً خذنا 4 سنوات وإحنا نعد وكيف إن إحنا نوصل للعالمية، كيف إن إحنا نطلع للخارج ونشارك في أوروبا ونحتك مع الناس، نحتك مع أفضل الناس ونطلع عن النطاق المحلي، ما نشوف بعضنا البعض، نشوف الخارج ونتنافس مع الخارج عشان يقوى مستوانا ويصير مثلهم أو أفضل. ففي سرعة يعني الوقت 4 سنوات بطولة العام، باختصر الموضوع 4 سنوات والله الحمد بنينا قرية عالمية، نظمنا سباق لبطولة العالم وفزنا في بطولة العالم. فهذا شيء يدل ان توجيهات جلالة الملك دائما تعلمنا ان انتم لا تشوفون في الداخل، لا يصير نظرتكم قصيرة المدى ولا تصير نظرتكم محلية، دائما طلعوا للخارج ودائما شوفوا وتنافسوا. من 2004 إلينا الآن أنت اليوم جالسة في إذا مو أفضل اسطبل يمكن ثاني أفضل اسطبل في العالم في عالم القدرة، يعني الاعتراف بالحق فضيلة. إحنا والإمارات يا هم يا إحنا، ما في غيرنا ترى. مرات يجينا أسباني يفاجئنا، مرة يجينا فرنسي يفاجئنا، مرات يجينا ودخيل ما نعرفه يفاجئنا، لكن المستقرين على طول السنة البحرين والإمارات. فهذه بفضل الله ثم فضل جلالة الملك وتوجيهاته. ننتقل الحين لمحور الحديث ومربط الفرس. أي. الفلات ريس. أمضينا سنوات طويلة، مستوانا كان من البداية كان نظرة جلالة الملك الله طول عمره أنه يصير عندنا فلات ريس ويصير عندنا خيل وثوربريدز وغيره، ونحافظ على سباقات العربية. الحمد لله مشت الأمور من أفضل ما يكون وتطورت الأمور أكثر. والحين أنا يعني بكون شوي أكثر يعني ما أحب أنا في خاصة في مجال الرياضة أو مجال الأداء أني أكون دبلوماسي أو أحد، أنا أقول الصراحة. فعندنا مجال نكون أفضل، اللي 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 ما دمر لكن اللي نزل مستوانا في سباقات الفلات ريس هي النظرة المحلية. وأنا أعتقد أن إحنا عندنا الإمكانية وعندنا القدرة أن إحنا نروح للنظرة الدولية، يصير خيلنا معترف بها، يصير الهانديكاب معترف بها، يصير عندنا سباق دولي، نستقطب الخارج، نزيد الجوائز،
نزيد الحماس ما بين الناس يمكن نخسر سنتين ثلاث خمس سنوات على راس، بس مو مشكلة، لكن العائد بعدين بيصير أعلى، مستوانا راح يرتفع أكثر بسبب احتكاكنا ويا الناس، مثل قصتنا بالضبط ومسيرتنا في سباقات القدرة. يعني سموك أنا كنت أبي أسأل عن هاي الشيء تحديداً، بداية الموسم في نادي راشد شفنا حضور ميدان، بعدها اختفى الموضوع ما قدرت أتابع، أعتقد أن أنت شخص المناسب أن يجاوبني عن هاي السؤال. طبعاً شأن النادي الفروسية يبقى عند الهيئة وعند الإدارة، وأنا من واجبي كمحب للخيل وكمالك للخيل أن نبدي النصايح ونبدي التوجهات وشنه الأفضل، وهم طبعاً ما في شك يعني يصغون ويبغون أنهم يصغون للأفضلية، ففي طرق كثيرة، في حلول كثيرة، وجات الملك الله طول عمره نفس الشيء، فما دام رغبة قائدنا أن احنا نوصل سباقات الفلات ريس للعالمية، فرغبة الملك هي أمر وإحنا علينا نحل التفاصيل، وعلى المسؤولين يقومون بالواجب، وعليهم أنهم يتقنون هذه المهمة وحسن أدائها، فإحنا نشتغل في كل جهة. طبعاً ذكر ميدان هو ما في شك أن الحال واحد، يعني سمو الشيخ محمد بن راشد وجلالة الملك أكثر من إخوان، فهم مستعدين للمساعدة في إدارة يعني إدارة السباق والإشراف وأيضا حتى الاستشارة. فإحنا اليوم في مراحل أولى من حيث إن إحنا يعني كيف إن إحنا نتوصل ويا الإخوان في ميدان إن إحنا نوصل مستوى يعني ممتاز يكمل المستوى اللي هو نسميه الأول موسم اللي في دبي ومملكة البحرين، بحيث أنه هو يكون عندنا سباق دولي يستقطب فيه خيل من دول العالم ويصير عندنا سباقات معترف بها. فأعتقد أن هذه الرغبة ممكنة وتحتاج شغل وتحتاج إلى ناس يتقبلون التحديات ويتقبلون الخسائر المستمرة اللي راح تصير، وكلنا نعرف أن الخيل ما فيها ربح مادي لكن فيها شغف وحب ويعني دروس. يعني أنا مطمئن وواثق أن بعد توجيهات سيدي جلالة الملك أن الآن صار الوقت أن إحنا نرتقي بسباقات الفلات ريس، أن يصير عندنا مستوى دولي، ما في شك أن المسؤولين راح هم نفسهم يبغون هذا الشيء وراح يطبقون هذا الأمر إن شاء الله. أبي أتكلم مع سمو الشيخ عيسى بن سلمان نائب رئيس الهيئة العليا. نعم. العام في لقائنا قلت لي كلمة للأمانة لي اليوم أتذكرها، قلت لي لازم نكبر بالسرعة اللي تناسبنا وما نخلي أحد ورانا. بالنسبة لي يعني أنا أكرر دي الجملة مرة ومرتين وأقيسها على خلينا نقول الأشياء اللي قاعدة تصير في النادي، لأن المعنى فيها بالنسبة لي وايد عميق. لازلت تؤمن بدي الكلمة اللي قلت لي إياها؟ طبعاً طبعاً. والخطوات اللي صارت هالسنة مبنية على هاي الشيء اللي قلته؟ أي نعم، دخول فيل سميث عطانا دعم أن إحنا نقدر نخاطب أي ريسينج أثوريتي يعني في العالم، وفي نفس الوقت بصماته في الجدول وفي الهانديكابينج بنشوف الموسم الجاي. بالضبط، يعني أنا بالنسبة لي أو وجهة نظري على أقل تقدير أن وجود فيل هالموسم كان يعني سابقة، لأن مهم بالنسبة لنا أن إحنا أول شيء نبتدي من الداخل، سباقاتنا هي اللي تتطور. فوجود فيل اليوم كل الكلام اللي للتو تفضلت فيه حقق طموحك اللي أنت تشوفه حق سباقاتنا وتطورها؟ بداية الطموح. بداية الطموح. مهم أن إحنا نذكر إحنا ما وصلنا ولا قطعنا 25% باللي أبي اللي بالنادي. 25% قلتها لي الموسم اللي طاف، ما زدنا شوي هالسنة؟ 26. لما أنا أفكر أقول مهم أن إحنا نطور سباقاتنا، يعني شكل السباقات، مستوى السباقات، ولا المكان نفسه، منشآت إلى آخره.
ولا الاثنين لازم يمشون في خط متوازي؟ تعرفين من وجهة نظر فارس إيه؟ مو حبل الخيل ما يهمني المكان كثر ما يهمني المستوى. أوكي. ومحل مبيت الحصار هذا همي الأول والأخير. شفنا سباقات كثيرة في أوروبا، شبرات صغيرة، تركات طبيعية، ويهدون فيها خيل مستوى جروب 1 ومن هالمستوى وطالع. فما يهمني المظهر وأخسر وقتي وجهدي ومالي في بناء منصات وبناء مشاريع كثر ما أنا يهمني إدارة السباق ومستوى السباق والمنفعة للناس. هذه طبعاً أولويتي. إذا أشوف مثلاً كيف إن إحنا نوصل للمستوى المطلوب، هذا الأولوية الأولى. ثم ننتقل، ما في شك إن النادي راح يحتاج إلى تطوير، تعديل في بعض الأمور البسيطة إذا تطلب الأمر، يعني أمور جداً بسيطة، عائد بسيط للنادي، مشروع بسيط للنادي، هذا شيء إداري أكثر. بس أنا اللي أشوفه أشوف نوعية الخيل، نوع التراك، نوع مبيت الحصان، والجائزة اللي هي إن شاء الله يستفيد منها المالك، لأنه راح يشتري حصان، وهو إذا أعرف ملاك من مملكة البحرين يشاركون في دبي ما فازوا، عندهم بليسز طول الموسم، لكن ما شاء الله دخلوا مداخيل كثيرة واستفادوا وغطت مصاريف الخيل وغطت مصروف المشترى والكيبينج والأكل وغيره. فهذا اللي أطمح له إن شاء الله في البحرين، إن الواحد على الأقل يحصل منفعة من وراء السباقات، في نفس الوقت الربح فيه إن إحنا نشوف المستوى هذا العالي بينهم. الموسم الجاي تستضيف مملكة البحرين سباق دولي لأول مرة في مسافة 2000 متر في شهر نوفمبر بإذن الله. نتوقع مشاركات يعني من عدة دول، حطينا المعايير وللخيل اللي احنا حابين نشوفها في السباق، ونتمنى مشاركة بحرينية قوية في الشوط كذلك. ومع ذي موسمنا بيمشي. السباق الدولي نقطة وايد مهمة، يعني احنا كنا نتكلم ونسأل نقول متى بنسوي، متى بنوصل، متى بيصير. الحين دام اعلن فمعناته ان احنا خلاص وصلنا وبيصير. فاتي طبعا عندنا اسئلة ثانية، هل احنا اليوم مستعدين وجاهزين لاستضافة سباق دولي من جميع النواحي؟ واذا ما كنا مستعدين شنو الخطوات اللي بتصير من هذه الفترة لوقت استضافتنا حق هاي السباق؟ بنكون جاهزين. بما أن اليوم السباقاتنا أو خلينا نقول صار اجتماع مع فيل وتحددت خلينا نقول أغلب السباقات اللي بتنحط حق السيزن اللي بي، يعني أنا حضرت هاي الاجتماع الصراحة. شو رأيك؟ كان اجتماع حلو، إن أخذ في كل يعني أخذت في كل الآراء بالنسبة حق المدربين. تضايقت إن كان في عدد من المدربين غير موجود بعاتبهم في الحلقة، لأن الموسم الجاي ما نبي نسمع أن لا والله ما خذوا رأينا، لا هاي الشوط مو موجود، هاي الشوط ما يناسبنا إلى آخره. فأعتقد بناء على هالأشواط مفروض اليوم الملاك يبتدون يشترون على الأشواط الموضوعة حق الموسم اللي بيه، لأنه ما they already know، عارفين يعني شنو بيكون. صحيح، هاي اللي كنت تقصده صح؟ اي. وكذلك يعني إذا احنا نقدر نواصل على شيء اللي هو مواصلة الدعم للمدرب البحريني أو الفارس البحريني، وبالأخص الفارس البحريني. سمعت الحقيقة الكثير عن أشواط الفرسان المتمرنين والفرص اللي للفرسان المتمرنين، ودائما يعني في حلقة أهل الخيل اللقاءات تنأخذ من عقب فوز كبير أو خسارة كبيرة. صح، وهي الأحداث وللفارس ولي، لكن دائما يعني اعتقد يعني الواقع ان الكلام بيتبدل او يتغير 24 ساعه عقب السباق. اكيد. فنصيحتي يعني للفرسان المتمرنين ان يسمعون الكلام من شخص واحد، ان كان انتقاد او كلمه ايجابيه. مجموعه كبيره من الفرسان المتمرنين يسمعون كلام ناس وايد ويتشتتون. في طموح ليانا ان احنا نأسس اول مدرسة للجوكية عندنا هنا في مملكة البحرين في النادي بالاخص، والهدف ان احنا
أو أن مهنة الفارس تكون فعلاً مهنة. هاي الحلم اللي قلت لي عنه الموسم الجاي، وكنت أبي أسألك أقول لك وين وصلت في ذي الحلم؟ لا ماشيين فيه. واليوم نعرض علي المشروع، مشروع طيب وإن شاء الله بتصير المدرسة يعني؟ بإذن الله. متى؟ بإذن الله جريب. خلاص يعني ما يبقى عذر للفرسان المتمرنين أتوقع. هو مو بعذر، بل إن إحنا ودنا إن إحنا نوفر لهم فرص. إيه. ونشوف وجوه جديدة وناس تدخل، ويصير لهم مكان إذا مثلاً أحد انتقدهم يكون الشخص اللي ينتقد شخص يعني صحيح أو عنده خبرة. يعرفون حق من يسمعون. صحيح. التغييرات اللي شفناها هالموسم. قلنا تكلمنا بخصوص فل، تكلمنا أو أبي أتكلم أيضا بخصوص تعيين شيخ سلمان. نعم. هاي من التغييرات اللي صارت هالموسم. هذه التغييرات خلينا نقول صارت بناء على طموح سموك، وأيضا لأن قلت إنه الحين هاي الوقت اللي إحنا نبي نأخذ أكشن، نقدم خطوات أخرى للأمام. صحيح. ولا لكن هذه مو بتغيير، يعني تعيين سلمان مو بتغيير، لأن التغيير كلمة سلبية، بل إضافة. إضافة حلو. إضافة، وإن إحنا نكمل على الموجود. أبي أتكلم بعد بخصوص يعني خلينا نقول نقاط ثانية وايد قاعدة تتكرر علي، أو لما مثلاً كنا نبي نسمع الموجودين هنا عن شنو هو يبون يعرفون، شنو طموحهم حق الموسم الجاي، وايد تكرر علي موضوع السباق الليلي حق الموسم الجاي. موجود هذه في خطة النادي حق النكست سيزن ولا؟ طبعاً ما مو موجود للموسم الجاي. أنت مؤيد فكرة السباقات الليلية ولا لا؟ لا. ليش؟ شخصياً مو مؤيد. يعني لعدة أسباب. سموك تكلمت عن الطموح العالمي والخارجي، يعني إحنا شفنا فوز قمرية. أي نعم. ونشوف أيضاً مشاركات ثانية حق أصحاب السمو الموجودين واللي يشاركون بعد في الفلات ريس. فأبي أعرف هل في مثلاً يعني إحنا نشوف مشاركات فردية، هل في مثلاً أن فكرة إنه يكون مثلاً في مشاركات باسم البحرين مو باسم مثلاً اسطبلات معينة؟ هو في سباقات الفلات ريس قليلاً ما أن يكون فيها منتخب، يعني مثلاً الإمارات نعرف جودولفن خلاص. إيه، لأن أنا أخذت الفكرة، لأن إحنا نشوف ذي الشيء في سباقات القدرة. مضبوط. فلأن رأس الهرم في رياضة الفروسية في الإمارات هو يعني اسمه الشيخ محمد بن راشد، ومؤسسة جودولفن هي أصبحت المؤسسة الأولى والأخيرة، لكن في ناس كثير يشاركون من الإمارات في أوروبا وفي كل أماكن، يعني كل دول العالم يفوزون، لكن صار الرمز هو جودولفن. فمن نظرة أنت يعني صحيح الفكرة أنت تقولينها، نحتاج رمز يمثل البحرين في الخارج وتكون له القوة باسم الخيل والقوة المادية والميزانية وغيره، أنه هو يقدر ينافس على هذه المستويات. وإحنا يمكن أنا يكون لأول مرة أعلنها، نشتغل على هذا الشيء، نشتغل أن نخلق رمز. إذا قالوا هذا الاسم معروفه، لأن في السنوات السابقة إذا قالوا جودولفن، أوه جودولفن من دبي، وين دبي؟ اللي معروفه. بس ما شاء الله عقب دبي ما احتاجت جودولفن، ما احتاجت أمور أخرى أنها تشتهر، اشتهرت بقدرة رجالها. لكن جودولفن كان أداة أخرى أن تعرف الناس بدبي. نريد نفس الشيء إحنا عندنا في مملكة البحرين. على مستواي الشخصي الحمد لله بدايتي طيبة في هالموسم، مشاركتين أول وثالث، جمعت أنا عدد صغير من اليرلينجز اللي بسنة، وشوي شوي صبرت عليهم، اليوم أشوف مردودهم الحمد لله يطلعون، وأضيف للفريق كل سنة راس راسين من أبو سنة عشان يكبر الفريق شوي شوي. فإحنا في الخط الصحيح، في الاتجاه الصحيح، المسار الصحيح اللي نقدر إحنا إن شاء الله ننافس، واحتمال إذا مشت خطتنا مثل ما هي تشوفوا اللي إن شاء الله بعد حضور موطن قدم في رويال أسكت إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. يعني أتوقع قلنا كل شيء فيما يخص سباقات السرعة، بس أخيرا إحنا صراحة كنا نبي نلتقي في شيخ دعيج ومع دكتور خالد ونتكلم عن الهيئة أكثر وعن تفاصيل وعن، بس هما يعني قالوا يبون يتكلمون لما ترسم كل هاي السياسات بخصوص الهيئة. شنو شيء ثاني بشكل فارق يعني وطفرة
في وضع الخيل بتقدم الهيئة؟ الهيئة راح يصير لها كامل الصلاحية في إدارة الاستيراد والتصدير والبوابة للعالم اللي هي تسمح للناس تدخل للبحرين وتكسب ثقة ناس كثيرين. فهي الهيئة هي عندها الصلاحية الكاملة. ففي مادة يعني الاستيراد والتصدير وكذا، احنا نرسم لها اليوم خطة انها تكون بوابة للعالم، ان الخيل العالمية تكون قادرة انها تجي لمملكة البحرين. وواجبهم الأول والأخير هو طبعا محافظة هذه السمعة العالمية والتشديد على المحاجر وتطوير المحاجر في مملكة البحرين، بحيث ان تكون البحرين طاهرة وخالية من أمور أمراض معدية تصير عادة بين الخيل. فهذا المنطلق يعطينا إحنا المجال في باب آخر إن إحنا ننظم سباقات عالمية، لأن عندنا هيئة لها سمعة ولها مصداقية، يقدرون الناس يرسلون خيلهم لمملكة البحرين ويشاركون معنا. اليوم إحنا ما عندنا أي إشكال، بس بوجود الهيئة راح يكون الضامن الأكبر إن إحنا نضمن على الأقل ما تتكرر بعض الأشياء والمشاكل البسيطة، لأن بيصيرون هم أصحاب اختصاص وهم الناس اللي إحنا نقدر نتفاهم وياهم مباشرة. يعني في الختام بتكلم شوي عن هذه الرياضة والإعلام. يمكن رياضة الخيل في لها خلينا نقول خصوصية وطابع مختلف عن بقية الرياضات، هاي الشيء اللي خلي خلينا نقول تغطية الرياضة وتناول المواضيع فيها أيضا يأخذ طابع مختلف. صراحة يعز علي يعني في ختام الموسم إنه في عدد لا بأس به من الموجودين، يعني ليحين متحسسين من البرنامج من الأسئلة إلى آخره. تعتقد سموك إنه في ذي الرياضة فعلًا في حدود لازم الإعلام ما يتجاوزها؟ أبدًا، كل المواضيع مسموح إن أي شخص يتكلم فيها طالما إنه في فرصة للطرف الآخر إنه هو يرد يجاوب. هذه مفروض في كل الرياضات. صح. وإذا أحد عنده انتقاد أو عنده كلمة طيبة ودي أن أشوف بعد في نفس الوقت أدلة تثبت ذلك أو تناقض. الفاشل هو اللي يدور الأعذار، وهو اللي تهرب من السؤال، وهو اللي تهرب من الحقيقة سواء فاز أو خسر. واللي ما يتقبل الكلام المفروض ما نتقبل السؤال له، هذا في نهاية الأمر. لأن مثل ما ذكرت في البداية الاعتراف بالحق فضيلة، ورياضة الفروسية رياضة شرف، يعني ما هي بأي رياضة أخرى، واضحة وضوح الشمس، سابق أو مسبوق. أنا أعتقد أن أنتم برنامجكم ممتاز للآخر، أتابع كل حلقاته وأسمع من متابعين كثير إعجابهم في هذا البرنامج، وما نبي ننفخ راسكم أزيد، لكن جلالة الملك هو أول المتابعين هذا البرنامج، تشرف فيزيدنا كلنا شرف أن جلالة الملك الداعم الأول لرياضتنا اللي هي الفروسية يتابع برنامج إعلامي بهذا الشكل والصورة. وأنتوا ما تغطون سباق، أنتوا تغطون اللي يدير حوالي السباق هذا، وهذا الأهم. هاي الاسم أهل الخيل. أهل الخيل، وبعدين آراء مختلفة بين موافق وبين معترض، وبين واحد قابل وواحد غير قابل، وواحد فرحان وواحد زعلان. صح. لكن اللي يهم في نهاية الأمر الواحد لازم ما يحجب رأيه، والواحد لازم ما يمتنع أبدا من المشاركة، ولازم احنا نتعلم من قادتنا هالشيء هذا. بالضبط. وهم دائم يعني على مستوى بعيد أكبر منا احنا في مجالاتنا، يعني ما يتهربون من المواجهة. فالمواجهة بالحق هو الأهم، وبعدين الأعذار كثيرة. ترى في نفس الوقت إذا يعني إذا ممكن أضيف كلمة، يعني اللي بيصير في السباقات المدرب ترى ما يعرفه. صح. اللي في الحصان في يوم السباق يمكن المدرب ما يعرفه. صح. ففي أساسيات أو أن المالك المفروض أو أشياء المفروض المالك يتوقعها خلال يوم السباق. إذا ما صار في يعني
مو بأعذار بس في أسباب أسباب صح مرضية مثلا فرق الوزن والفرق الوزن أو فرق الكيلو في السبرنت غير فرق الكيلو في المسافات الطويلة صح أنا اللي أبى أوصله إنه ما في شيء المفروض يقال. الناس لا يقال طالما أن في فرصة للطرف الآخر يجاوب ولكن ما يجب على الواحد أن يزعل من الرياضة فيها خير بالعكس يكفي شرف الشخص أن يكون أصلا متواجد في رياضة الخيل في رياضات أخرى كثيرة لها وجهات نظر ولها جماهير وكذا بس الخيل تختلف فأنتوا واصلوا جهدكم واصلوا هذا الحماس تستاهلون راحة كبيرة الصراحة عقب الجهد اللي أنتوا يعني بذلتوه و إن شاء الله إحنا نشوف مثل ما عودتونا في الحين الموسم هذا يعني مستوى طيب أنا متأكد إن أنتوا راح تطورون برنامجكم إلى شيء أفضل بإذن الله وبالعكس إحنا داعمين لهذا البرنامج وما نتردد دائما للجواب لأي سؤال تطرحونه يعني أتوقع غطينا كل المحاور وتكلمنا عن كل الأشياء أتمنى أكيد موسم جاي أحلى كلمة أخيرة تبي تقولها حق هل الخيل اللي قاعدين يتابعونا كلهم ودي أشجع على المشاركة في رياضة الفلات ريس في البحرين بالأخص الفرص موجودة والطرق موجودة لشراء أو لشحن الخيل فأتمنى أن يتواصلون مع الإدارة إذا حابين يستفسرون عن هذه الطرق أو إذا حابين يتعرفون على المدربين أو يعرفون المدربين الموجودين في البحرين والنقطة الثانية حابة أشكركم كبرنامج وأشكرك هدى وفريق عملك شكرا تقومون بعمل كبير وما تخلون أي سؤال فعلا ما تحصلين له جواب أنا سألتك سؤال بك تدافع عني شوي تقول لهم أن كل شيء قال يعني أي في أشياء بعد في بعض الأشياء مو بكل الأشياء لكن لكن يعني أنا نهيت لقاء العام سألتك عن حصانك المفضل وما عطيتيني جواب مقنع فيعني أرد أسأل أنت سألتيني عن وجهة نظري ما جاوبتني جاوبت جواب دبلوماسي قلت كل الخير بعد أنا حصاني المفضل هالسنة مو بشرط إنه من أكيد مو شرط إنه من فريق العاديات بس ما عارف الصراحة من حصاني المفضل يمكن عندي فريق مفضل يمكن أشجع أحد بس إنه يعني حصان مفضل أحب الكل كل واحد له شيء يعني غير صحيح أنا بعد أجاوب جواب دبلوماسي تعمدت إني ما أضيف أي تعليق أو رأي للحوار أعرف بعضكم بيشوف الحلقة مرة ومرتين وثلاث وبيحلل وبيربط الكلام وبيتوقع شو اللي بيصير في الموسم الجاي المهم إذا وصلتوا للنتيجة خبروني اللي فهمتوا من كل اللي صار هذا الختام شدوا حزامكم حق الموسم الجاي مو بهذه شوط واحد فيكتوريس بياخذ الموسم الجاي كامل فإذا أحد قدر يغلبه كفو عليه وإذا ما حد قدر يغلبه فهذه عادة فيكتوريس